كان هناك مقابلة اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس والمشير الألماني أولاف شولز، وتحدث الرئيس عن العلاقات المميزة بين مصر وبين ألمانيا خلال الفترات الماضية على جميع المستويات، المستويات التنموية، الاقتصادية، التعليمية، الأمنية، العسكرية. وتحدث المشير الألماني وأوضح أيضا أنه مصر حجر زاوية مهمة لعلاقات ألمانيا الخارجية وصداقة الممتدة والعميقة والصادقة بين البلدين، بتحتاج أيضا إلى الاستمرار في هذا الزخم والطاقة المتجددة وتغيير أنماط استخراج الطاقة. كان بمثابة يعني اتفاق بين الرئيس وبين المستشار الألماني أولاف شولز. أيضا كان هناك مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط اللي تحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورحب بضيفه وشريكه في هذه المبادرة، وهو الرئيس القبرصي. وتحدث الرئيس عن أهمية العمل على أن تكون منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شرق المتوسط متناغمة فيما يخص تجديد مصادر الطاقة وتحويل هذه المصادر التقليدية إلى مصادر حديثة، وأيضا محاولة التنسيق بين الدول بعضها وبعض حتى يمكن أن نخرج بشكل يؤدي في النهاية إلى التخفيف من عبء الطاقة أو الوقود الملوث للبيئة أو الوقود الأحفوري. يعني في هذا اليوم أعزائي المشاهدين الحقيقة يعني كان يوم نشعر فيه وبشكل مباشر وبشكل يعني واضح ويبدو في أعين الناس ومتابعات حضراتكم عبر الشاشات وعبر البرامج والقنوات المختلفة، هناك حالة من حالات الشعور بإمكانية مصر الحقيقية في مجال التنظيم، في مجال الضيافة، في مجال الدبلوماسية المناخية، في مجال القيادة. الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة ومبارح بيضرب المثل في التجرد. النهاردة كل وسائل الإعلام العالمية وخاصة الوسائل الإعلام الغربية تلقفت دعوة الرئيس أمس بضرورة توقف الحرب الروسية الأوكرانية بشيء من الاحترام الشديد. يعني أحد المسؤولين الأمريكيين كان في حديث يعني معنا منذ قليل وقال بأنه دعوة الرئيس السيسي وجدت صدى لدى الإدارة الأمريكية ووجدت صدى حقيقي لدى الكثير من المراقبين، نظرا لأنها خرجت من رجل عرف عنه بأنه ليس له مصلحة إلا السلام والسلم والأمن، خرجت من رجل مجرد يعني كما قال لنا المسؤول الأمريكي الكبير اليوم. وأنا أعتقد أنه هذا هو الشعور الرسمي والشعور الحقيقي لدى زعماء العالم، أن الرئيس السيسي رجل صادق ومجرد وبيهدف في النهاية إلى أن تشعر الشعوب بأن هناك تغيير حقيقي في حياتها.